بين الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. L'avenir des milliers d'enfants détruits nous impose de commémorer au lieu de célébrer. دعوت السيدات والسادة للطفولة وإطلاق نشاطها. اليوم نصب رسميا اللجنة الوطنية لإعداد المخطط الوطني للطفولة في الجزائر، إن شاء الله حيكون عدة اجتماعات ولقاءات في كل أنحاء الوطن في عدة ولايات من الوطن لإعداد هذا المخطط، واللي يكون إن شاء الله بعد موافقة عليه من قبل السيد الوزير الأول كمخطط عمل للطفولة في الجزائر. أيضا اليوم ما ننساوش أننا نحيي اليوم العالمي لحقوق الطفل في ظل ظرف استثنائي خاص، هو الشيء اللي راهم يشاهدوه أطفال غزة إثر يعني الاحتلال الصهيوني. اليوم هي وقفة لأطفال غزة تنديدا لما يقوم به الكيان الصهيوني من أفعال وجرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة الشعب بأكمله، ومعظم يعني ضحاياهم أطفال. اليوم العالمي لحقوق الطفل يأتي في سياق عالمي وإقليمي صعب بالنسبة للأطفال، لهذا بالنسبة إلى اليونيسف قررنا أن نقف وقفة تفكير وحزن بدل الاحتفال المعتاد. اليوم أكثر من أي وقت مضى الأطفال في أمس الحاجة إلينا، يجب أن نتحد ونعمل سويا على وضع الأطفال في صميم أجندتنا. اليوم بتنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مخطط العمل الوطني للطفولة وبحضور السفراء الأطفال، نعبر عن قناعتنا بتوطيد الشراكة بيننا بهدف تجسيد الأجندة الخاصة بحقوق الأطفال في الجزائر وفي العالم.